لو سألت عن التايتل بتاعها فمحتاج تفضي نفسك 15 دقيقة متواصلة عشان تقول بس إنها الدكتورة نيفين كامل عبد الخالق، أستاذ طب الأحياء المائية بقسم الأمراض البطنة والمعدية والأسماك بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والحاصلة على جائزة المرأة التشجيعية. تفتكر كده خلاص؟ أبداً، لسه في أكتر. أصل الدكتورة نيفين كامل حاصلة على الدكتوراه من جامعة كيوشو باليابان. إنجازات كتيرة مكتوبة في السيرة الذاتية لدكتور نيفين، يكفي رسالة الماجستير اللي خصصتها لاستنباط أعلاف مقاومة للأمراض بتستخدم في تغذية الأسماك، ده غير حصولها على جائزة التفوق العلمي في مجال الجينات بعد اكتشافها جين جديد للجهاز المناعي في الأسماك. كل مشروعاتها البحثية من أول يوم لها في الكلية لخدمة البيئة وتحسين الإنتاج، ومع المشروعات دي جهد كبير في اتجاهات تانية، اتجاهات المرأة المصرية اللي تستطيع واللي تقدر مع الجهد البحثي ده كله إنها تقدم دعم لكل باحثي الجامعة عشان تطبق كل اللي خرجت بيه من رحلتها العلمية الطويلة، وعشان نفتح سجل عظيمات مصر ونضيف فيها اسمها بحروف من نور.